يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حديث صحيح معناه أن كل من اسمه محمد، من اسمه محمد لا يعذب كرامة للاسم وصاحبه؟ هذا من الخرافات، هذا من الخرافات. الاسم ما يغني شيء، لازم من العمل، لازم من العمل والمتابعة. هذا مثل قول البوصيري: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. هذه خرافة وباطل. نعم، الاسم ما يكفي. نعم.